والمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رفح الفلسطينية بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية. بشير، بعد التحية، ما هي آخر تطورات الميدانية لديك؟ تحية لك دامة. يعني التطورات والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا زال مستمرا ومتصاعدا على قطاع غزة. الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال ساعات المساء وهذه الليلة قصفت عدد من المنازل الفلسطينية في أكثر من مكان في قطاع غزة. آخر هذه المنازل التي استهدفت كانت في محافظة رفح، هناك منزلين استهدفتهما الطائرات الحربية الإسرائيلية، الأول يعود لعائلة الغريب والآخر لعائلة أخرى، حيث سقط العشرات من الشهداء خلال هذا القصف الإسرائيلي الذي باغت المنازل وهي مأهولة بالسكان الفلسطينيين، مما أدى إلى استشهاد نحو 10 شهداء وإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة. أيضا سياسة استهداف المنازل متواصلة في مدينة غزة والشمال، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في حي الرمال في وسط مدينة غزة، وآخر في منطقة الشمال في شمال قطاع غزة. هذه المنازل التي استهدفت أيضا بشكل مباشر فوق رؤوس ساكنيها هناك، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة. إلى جانب هذه الاستهدافات المباشرة للمنازل، قامت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في مدينة خان يونس وسط جنوب قطاع غزة بإطلاق الرصاص والقذائف باتجاه عدد من الأبنية في هذه المدينة. بالإضافة إلى ذلك، قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بتفجير مربعات سكنية في مدينة خان يونس، هذه المدينة التي شهدت عددا كبيرا من مثل هذه التفجيرات، حيث يقوم جنود الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك مربعات سكنية بأكملها ومن ثم تفجيرها وتدميرها بشكل كامل. هذا المربع الأخير كان في المناطق الغربية لمدينة خان يونس، والتي يعني لا زالت تتعرض إلى جرائم إسرائيلية متواصلة على مدار الساعة. نعم. حقيقة أن المناطق الشرقية للقطاع وهي تتعرض إلى قصف متواصل من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق قطاع غزة، هذه القذائف تنهال بشكل عشوائي باتجاه الجهة الشرقية للقطاع وتحديدا المنطقة الشرقية لرفح وخان يونس، وكذلك المنطقة الغربية للقطاع وهي المنطقة المطلة على ساحة البحر الأبيض المتوسط. لا زالت الزوارق الإسرائيلية التي تجوب قبالة قطاع غزة تقوم بإطلاق قذائفها ويعني رصاصها باتجاه الشريط الساحلي. هذه القذائف تركزت خلال ساعات المساء والليل باتجاه بلدة دير البلح في المحافظة الوسطى وكذلك المنطقة الغربية لمدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. بشير، ما هو الوضع الصحي خاصة بأن الهلال الأحمر الفلسطيني أكد بأن يعني مستشفى الأمل محاصر، هناك يعني صعوبة في الوصول إلى المستشفيات، أيضا المياه تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للمستشفيات، ما هو الوضع الصحي ووضع المستشفيات في القطاع؟ الحقيقة أن المستشفيات تواجه ثلاث تحديات رئيسية: المياه، الوقود، والأدوية والمستلزمات الطبية ونقصها. المستشفيات في شمال قطاع غزة هي تعاني من هذا الأمر بشكل دائم، وهناك العديد من المستشفيات التي توقفت عن العمل جراء يعني العدوان الإسرائيلي وعدم وصول المواد الطبية والأدوية والمستهلكات والمستلزمات اللازمة لعمل هذه المستشفيات، مما أدى إلى توقفها بشكل تام عن العمل وعدم مقدرتها على تقديم خدماتها للمرضى والجرحى هناك، وهذا ما يزيد من الثقل الملقى على كاهل يعني المستشفيات التي لا زالت تعمل في مدينة غزة والشمال، وهي تعمل أيضا بشكل جزئي. أما المستشفيات في المنطقة الجنوبية للقطاع، وأبرز هذه المستشفيات هو مستشفى شهداء الأقصى
في بلدة دير البلح في وسط قطاع غزة، وكذلك مستشفيات الجنوب وتحديدا مستشفيات مدينة رفح عقب توقف مستشفى ناصر لجراء تدبيره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك توقف مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر. بقيت رفح هي المركزية لهذه المستشفيات. هذه المستشفيات في مدينة رفح هي تواجه العقبات الثلاثة التي تحدثت عنها: المياه وكذلك الكهرباء والأدوية ونقصها والمستلزمات الطبية ونقصها. هذه يعني المستشفيات لا زالت هي تستطيع تقديم الخدمة الطبية نظرا بأنها تستقبل هذه العوامل الثلاث: الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية من الشاحنات التي تمر عبر جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة، وتأتي محملة بكافة مستلزمات المواطنين الفلسطينيين النازحين في قطاع غزة، وكذلك بالأدوية والمستلزمات الطبية، حتى الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات جنوب قطاع غزة هو يأتي عبر هذه الشاحنات المصرية التي تمر إلى قطاع غزة، وبالتالي تستطيع العمل وتقديم الخدمات يعني العلاجية للمرضى والجرحى الذين يأتون تباعا في ظل تصاعد وتيرة هذا العدوان. أيضا ما يخفف من الكهل الصعب أو من الواقع الصعب الملقى على كهل هذه المستشفيات هو استمرار تدفق وخروج الجرحى ذو الحالات الصعبة والخطيرة من قطاع غزة باتجاه جمهورية مصر العربية لتلقي العلاج في مستشفيات مصر، وهو أيضا يخفف الكاهل أو ثقل الكاهل الملقى على كاهل المستشفيات في قطاع غزة. كيف يتعامل الأهالي بشير اليوم، خاصة بأن يعني هناك عدد كبير تكدس في مدينة رفح الفلسطينية، ولكن هناك من بعض الأهالي من بدأوا بالعودة سواء كان إلى الوسط أو إلى الشمال، هل هناك يعني ما يبشر بأن هناك عودة إلى الشمال في ظل أيضا تأكيدات جيش الاحتلال بأنه أنهى أعماله العسكرية في شمال قطاع غزة؟ حقيقة دائما أن المواطنين في قطاع غزة هم على يعني أمل بأن تنجح الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية والوسطاء بإيقاف هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن يتمكنوا بالفعل من انتقال من مدينة رفح التي تعد مأوى النازحين الفلسطينيين باتجاه مدينة غزة والشمال. ولكن يعني في ظل ذلك ورغم أن هذه الجهود لا زالت مستمرة، هناك أيضا عودة للنازحين الفلسطينيين الذين عادوا من مدينة رفح باتجاه المحافظات الوسطى ولا زالوا يقيمون في تلك المناطق. هؤلاء الفلسطينيين هم يعيشون أوضاعا يعني أفضل من الأوضاع التي يعيشها المواطنون في مدينة غزة والشمال، يعني نظرا ل يعني ما تمر او ما تحمله الشاحنات التي تدخل الى قطاع غزه من مساعدات انسانيه وغذائيه. يعني الفلسطينيون هنا يعيشون بشكل يومي على هذه المساعدات التي تدخل الى قطاع غزه عبر منفذ رفح البري بين فلسطين ومصر. هذه يعني المساعدات وهذه الشاحنات هي تشكل شريان حياة للمواطنين الفلسطينيين المتواجدين في جنوب قطاع غزة وتعزز صمودهم في ظل تصاعد أو وتيرة العدوان على القطاع. بشير، أيضا يعني المساعدات التي تتدفق عبر معبر رفح، أيضا هناك مساعدات جوية قامت بها مصر، عمليات إنزال للمساعدات عن طريق الطائرات المصرية، إلى أي مدى ساهمت في التخفيف عن أبناء قطاع غزة في ظل أيضا يعني ما يقوم به جيش الاحتلال من عراقيل لشاحنات المساعدات؟ يعني دعني أتحدث من بداية عن العراقيل، وهي العراقيل التي كل شاهدها ونسب الجوع والمجاعة وحرب وهذه الحرب التي تمارسها إسرائيل باتجاه المواطنين الفلسطينيين وخصوصا في مدينة غزة والشمال، الذين باتوا مؤخرا يطحنون أعلاف الحيوانات ليأكلوها في ظل عدم توافر الغذاء، وفي ظل أيضا
المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق القوافل الإنسانية التي كانت متجهة إلى مدينة غزة والشمال، والعالم كله شاهد مجزرة الجوع، وهي المجزرة التي كتبت على دوار النابلسي في شارع رشيد قبل يومين. اليوم أيضا استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية سيارة كانت تقل مساعدات على مدخل بلدة دير البلح في وسط قطاع غزة قبل أو خلال هذا العدوان. العديد من الاستهدافات التي كانت للمواطنين الذين كانوا يتجمعون أمام دوار الكويت في المنطقة الشرقية لمدينة غزة في انتظار المساعدات كانت تستهدفهم الآلية العسكرية الإسرائيلية. الواضح أن إسرائيل كانت تستهدف وتؤكد أنها تقوم بسياسة التهجير باتجاه المواطنين الفلسطينيين. هذه الإنزالات التي قامت بها الطائرات المصرية والكميات الكبيرة من الأطنان المساعدات التي ألقتها هذه الطائرات وتحديدا باتجاه مدينة غزة والشمال كانت تدخلا وإسهاما واضحا من جمهورية مصر العربية للمواطنين الذين يقطنون في مدينة غزة والشمال، وقدمت لهم الاحتياجات التي يريدونها. مصر بالحقيقة هي تعرف كل الاحتياجات اللازمة للمواطنين الفلسطينيين وتقدرها وتقوم بتقديم هذه الخدمات بشكل جلي وواضح للمواطنين الفلسطينيين من أجل تعزيز صمودهم وتوفير كل متطلبات الحياة سواء من مأكل ومن مشرب وحتى من أدوات صحية وأدوية لازمة لعمل هؤلاء المستشفيات في ظل يعني مرور 150 يوما على العدوان الإسرائيلي على غزة.